تيم مانجمنت بنمانج حفلات باندات وكمان ستاند اب كوميدي. في اماكن كتير بتعمل فيها حفلات الستاند اب كوميدي، مثلا زي ساقية الصاوي، زي مسرح روابط اللي في وسط البلد، زي مسرح الهوسابير، زي بيت الرصيف في المعادي. كل الاماكن دي بتستقبل حفلات الستاند اب كوميدي وبيبقى فيها حضور جيد جدا. تلاقي المغني ده بتعذب بتألم يا عم العيل ابن الفرخ اللي طالع يضحكنا ده. اي سلاح نفسك فيه بالاكاونت بتاعك على فيسبوك تشتريه. الله العظيم ثلاثة غير لك كريمة، ده حازم هتقلي شوكولاتة. تان هاوس ده مركز ثقافي انشئ سنة 98، هو معني بانه يقدم فرص ويتيح فرص للشباب الفنانين بمختلف انواع فنونهم حتى لو كانت غير تقليدية. في الستاند اب كوميدي احنا ما عندناش استمارة ثابتة، احنا عندنا نوع من انواع التعاون مع وضع مسؤولية العرض ككل على عاتق الفنان او المجموعة اللي جاية تقدم. مفيش شروط محددة بعينها غير ان هو بيقدم بيحدد الموعد وبانه عايز يعمل النشاط الفلاني. ما عندناش تحفظات على اي موضوع بيقوله، وما عندناش ضوابط رقابية بالمعنى التقليدي. بيت الرصيف كان موقع مهم شوية لان المعادي ما فيهاش اماكن كتير فيها حفلات او فيها اي فعاليات، فبيت الرصيف كان مكان مهم جدا، عملنا فيه حفلات ستاند اب كوميدي. ماما ممكن تدعي عليا يجيلي شارع المؤقت يروح بعد الكشف؟ اول ما اشوف واحد بيعمل بيه في الشارع اسفل منتصف الولد اطار النفسي بالقطه فمسكتها. تمام عينين، تمام الاخير، ودان، تمام كله تمام موجود. بحس ان هو كاتو. ايوه انا، والنبي سرع شويه عشان عايزين عينه البول. هتصدقني لو قلت لك ان جمهور الستاند اب كوميدي مالوش شكل محدد، ما هوش شباب، ما هوش كبار، ما هوش عواجيز، ما هوش اطفال. جمهور الستاند اب كوميدي الشعب المصري.